تنطلق يوم السبت المقبل في عمان أعمال مؤتمر طريق الحرير الثاني الذي يوفر منصة لدعم الاقتصاد الأردني والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية سعيا لتحقيق الرؤية الملكية بجعل المملكة موطنا للأعمال والاستثمار. ويناقش المشاركون في المؤتمر فرص الاستثمار المتوفرة في الأردن ومزايا بيئة الأعمال التي تعرضها هيئة الاستثمار ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويهدف المؤتمر إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي عصب الاقتصاد والمحرك الأساسي للنمو وتوفير فرص العمل من خلال إشراك مؤسسات تمويلية لإتاحة الفرص أمام هذه الشركات للحصول على التمويل المالي اللازم لتوسيع نشاطاتها التجارية. الهدف من طريق الحرير ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني يعني أخذ على عاتقه دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم المؤتمرات ولقاءات البي تو بي. طريق الحرير هذا أهدافه كثيرة ومتنوعة، من ضمنها أن هذا الطريق الحرير سيوفر 40 فرصة استثمارية ستطرح أمام حوالي 400 رجل أعمال. يميز طريق الحرير 2 في هذا العام تنوع الدول وزيادة عدد المشاركين، متوقع أن يزيد عدد المشاركين عن 400 رجل أعمال إن شاء الله. أيضا يتميز في هذا العام مشاركة هيئة الاستثمار للحديث عن مناخ الاستثمار الإيجابي في الأردن، وأيضا مشاركة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لطرح المشاريع المتوفرة لديهم.